انا الحقيقه برضو معايا على التليفون سياده المستشار عبد المعز ابراهيم. مساء الخير سياده المستشار، ازي حضرتك؟ الو الو سياده المستشار، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كان في بعض الانباء عن تطورات قضائيه في ملف حضرتك، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ احنا بنتبين. والله انا ما عنديش اي معلومه عن الكلام ده من بابه كده. من بابه؟ ما عنديش معلومه خالص يعني. لكن لم يحدث اي تطور في هذا الامر، يعني هذه إطلاقاً. الانباء غير دقيقه. غير دقيقه اطلاقا يعني. طيب احنا يعني حبينا نطمئن لانه التسريبات دي. انا يعني ليا زملاء اتصلوا دلوقتي قالوا ان الحياه الحمراء مكتوب عليها ان انا احلت الى محكمه الجنايات. والله وانا حسب معلوماتي ان لو حد محكمه الجنايات يجرى معاه تحقيق قبليها وبينصب اليه اتهام، ويعني في اجراءات كتير في هذا يعني الشأن يعني. لكن هذا غير صحيح. كل الكلام ده لم يحدث اطلاقا يعني. طيب اذا هذه اخبار كاذبه يعني حسب يعني المصدر. ليه مش شوشره بالناس يعني؟ ليه مش شوشره؟ هو ما فيش اي تحقيقات جرت معاك في الفتره اللي فاتت او اخترت؟ ما فيش تحقيقات اجريت معايا اطلاقا. تمام 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 سيادة المستشار. طيب كويس ان احنا خدنا من حضرتك المعلومة الصحيحة وبنشكرك جدا، شكرا جزيلا. اذا الخبر غير دقيق، نفاه المستشار احمد مكي وزير العدل، بس هو قال حتى الان وبعدين وقف، وايضا المستشار عبد المعز ابراهيم نفى هذا الخبر اللي رددته بعض الصحف او الفضائيات الاخرى.